تعالوا نشوف ازاي نعمل رندر من داخل الانسكيب بعد ما نستقر على وجهة معينة للكاميرا في الانسكيب زي كده. طبعا ممكن ان انت تضغط دبل كليك في اي مكان زي ما احنا شايفين كده، وبعدين توجه الكاميرا بتاعتك وتصور اي حاجة انت عايز تصورها. زي ما اتفقنا الكنترول بتسرع النافيجيشن، والشيفت بتبقى السرعة متوسطة شوية. تمام، لو عايز تشوف اللي شايفاه الكاميرا في الريفت فانت بتضغط داخل الريفت على المشهد اللي انت محتاج تخلي المشهد بتاع الانسكيب مطابق ليه يعني. بعد ما بتظبط الامور دي تمام كده، حابب بقى ان انت تعمل ريندر، بتيجي على تولز، وفي عندك هنا حاجة اسمها ريندر ايمج، حاجة اسمها ريندر ايمج انتو دوكيمنت. انتو دوكيمنت دي لما بتعمل ريندر، الريندر بينزل معاك في الكاتيجوري بتاعت ريندر ريندرينج في البروجكت براوزر. ولو انت عاوز تاكسبورت الصوره دي بره الريفت يعني، تبقى صوره تخرج من الـ من الانسكيب وتقدر ان انت ترفعها بقى على النت او ان انت تطبعها او اي حاجه، فانت بتيجي على الاختيار بتاع ريندر ايمج. ولو ضغطت على الزرار الرئيسي نفسه من هنا هو بيعمل ريندر ايمج. جميل كده. بعد ما بيعمل كده، مجرد ما تضغط على ريندر من غير ما تعمل اي حاجه هنا، تضغط بس هنا على ريندر. جميل، هتلاقيه بيبتدي يعمل لك براوزنج علشان خاطر تختار مكان تعمل فيه سيفنج للصوره. اختار المكان اللي انت عايزه، وبعدين عدل هنا المسمى مثلا انسكيب 01 مثلا، وبعد كده بتضغط على سيف. كده خلاص الصوره اتحفظت. هنا يبتدي يعمل لها ريندرنج زي ما احنا شايفين هنا اهو. تمام، ادي الريندر شغال. جميل جدا. هاجي بعد كده عندي وافتح الصوره دي، اوريك الصوره هنا اهو. تمام، لاحظ الصوره هنا الجوده بتاعتها طبعا ممتازه جدا. تقدر انت تعمل زوم تمام لحد كده، تفاصيل برضو ايه كويسه ماشي. وتقدر ان انت تاخد الصوره دي على الفوتوشوب مثلا، لو حبيت تكمل عليها بوست برودكشن مفيش اي مشكله، تقدر ان انت تعمل الكلام ده بكل سهوله. خليني كده اكبر الانسكيب بالشكل ده كده. هتلاحظ هنا انه الموديل بتاعك مقصوص شويه، فممكن تعمل زوم اوت بالماوس بالشكل ده كده اهو. جميل، ممكن تطلع شويه بحرف الاي، تظبط الكاميرا بتاعتك، ممكن تضغط على سبيس عشان تنزل على الارض وتبص كده لفوق وتتحرك مثلا بالشكل ده كده اهو. مثلا ابتديت ان انا ايه ادوس شيفت وكليك يمين واغير الوقت، مثلا الوقت الغروب زي كده اهو، وعاوز اخد اللقطه دي. تمام، ممكن افتح من هنا تاني كده واجيب الريفت واقول له اعمل لي ريندر، واضغط هنا على ريندر واعمل سيف. يبتدي هنا ان هو ايه يعمل لي ريندرنج ايمج. طبعا الموضوع ما بياخدش وقت زي ما احنا شايفين كده، موضوع لطيف جدا. ونفتح الصوره نتفرج عليها. تمام، دي الصوره اهي زي ما قلنا برضو نفس الفكره، تعمل زوم تلاقي الموضوع برضو واضح ولطيف. دي كده ببساطة طريقة الريندر على الانسكيب.